يلا يا عماد الخطيب هات وخد تاني. يلا يا عماد يلا يا عماد هذا سربع معلش انما في باك بيزقه في باك بيزقه القانون ما يسمحش لاي باك يزق فرود رايح يحاول هو ما يلا يلا بقى يوبا جول 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 علاء نبيل بالهيدز جول حلو 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 10 دقيقة 1-0 علاء نبيل بدماغه هتبقى اعصاب لاعبتنا احسن هتبقى اعصاب لاعبتنا احسن الاوفر اللي لعبها شوي غريب شوي غريب شوي غريب ليه علي حتى مصفر بايت في لاعب واقع شوي غريب في اللعبه اللي فاتت دي وقع ورا الجول وبنلعب 10 تنفار دلوقتي هو غريب متعور ان شاء الله يقوم الله يكون سليم لان شوقي من الناس العظام قوي 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 في الفريق وغير كده خطيب فاول على الخطيب شوقي قام قام سليم الحمد لله خش عليه ثابت البطل كورنر شوي غريب نزل واللي هيشوطها نمرة 14 اللي نزل ده شطة حلوة قوي وثابت البطل واحد بديله برافو 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 مين اللي واقف في الجول ده طلعها ده زي ما احنا نزلنا النجم بتاعنا الخطيب هم بينزلوا اخضر بالومي حلوه 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 يلا يا علاء حاسب حاسب يا علاء فاول فاول هي 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 هينزل 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 علاء نبيل هينزل علاء نبيل احنا هم اعصابهم تعبانه فاول طبعا كان في صالح علاء نبيل يقول لك ازاي مع ان هو ياخد انذار مثلا اثنين ويا بعض اثنين ويا بعض ليه كده هو كنتوا لازم تبعدوا عن بعض شويه تمام كده احنا لازم تكون اعصابنا اهدى من كده احنا غالبين وبنلعب في الوقت الضائع وهم لازم اعصابهم تكون وحشة وتاني
بره اوت. فات 4 دقايق من الوقت الضائع. 1 واقع من لعيبة الجزائر ومحمود حسن. الله 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 الله. هنبدأ في فاول على مصر.